والوزير لن يقبل مطلقا شي واحد بالنسبه للحريه النقابيه كيف ما كان. كل مواطن عنده الحق يدير النقابه، كل مواطن عنده الحق يقود النقابه ما دام النقابه تصرف من التصرفات القانونيه التي يسمح بها القانون انا قبلها، ما عندي اشكال. وبناء عليه فتحت حوار مع النقابات كاملين، كل وحده على حده، وتناقشنا. ربما النقابه ديالكم عندنا مشكل في اللغه ما تفاهمناش، بعد ما جلسنا خرج واحد موقف. على كل النقابات هما عندهم الهوايه ديال النقد، هذا حقهم، ولكن انا ما عمرني غلقت الباب ديال الحوار وفتحنا الحوار. الخلاف اللي عندنا الان هو المرسوم ديال النظام الاساسي، وقلت لهم انه مرسوم النظام الاساسي ماشي انا نمشي عليه بوحدي، هذا داخل في واحد العمل حكومي شامل، وطرحوا انا بقوه في داخل الحكومه، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الشيء، هذا وجهتي. القضايا اللي كنملك عليها السلطه ما عندي مشكل نناقشها معكم ونعطيها ونحلها. ما انا قدمت خدمات للموظف ديالي راه غادي يخدم داخل الاداره، شحال ما قدمت له خدمات، شحال قدمت له تسهيلات، شحال ما قلت له على مطالبه، شحال ما قلت له الامور. الا كان اخويا فوق جهدي وفوق المجال الاختصاصي والغالب الله، لذلك انا كنتفهم انه حتى البيان ديال النقابه ديالكم كتفهموا انه ماشي ضدي، ضد الحكومه ككل. انا نعاونكم فيه الا كان شي حل. شكرا.